لمزيد من تفاصيل ونقاش تقرير Human Rights Watch حول أهالي الموصل، تنضم إلينا من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشار المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة فاطمة، أبدأ معك من الجرائم وربما المعاملة غير الإنسانية التي يعيشها الأهالي النازحين من الموصل بحجة أن أحد أفرادهم على صلة بتنظيم الدولة. تحت أي مسمى تقوم القوات الحكومية باحتجاز هذه العوائل ومعاملتها هذه المعاملة اللا إنسانية؟ ما تقوم به القوات الحكومية وكما تفضلت المعاملة السيئة التي يتعرض لها المدنيون بناء على يعني اشتباه بانتماء أحد أفراد هذه العوائل أو هذه الأسر إلى تنظيم الدولة، الحقيقة هذا جريمة حرب بنفس القانون الدولي، حيث لا يجوز أن يعاقب أي شخص بذريعة انتمائه أو أن يكون قريب لأي مجرم أو حتى مشتبه به بأنه مجرم، وخاصة أن الكثير لحد الآن لم تثبت إدانتهم ولا زالوا في إطار الاتباه إلى عناصر تنظيم الدولة. الذي يتعرض له يعني المدنيون في الموصل وكما بينت كثير من التقارير على ذلك هو انتقام وعقاب جماعي، وهو جريمة مخالفة للقوانين الدولية سواء المحلية أو سواء القوانين المحلية أو القوانين الدولية. نعم، ربما ننتقل دكتورة إلى انعكاسات مثل هذه الممارسات اللا إنسانية، انعكاساتها على المحتجزين، على نفسيتهم وكذلك على المجتمع ككل. يعني نتحدث عن مصالحة وطنية، ربما نتحدث عن إعادة بناء المجتمع من جديد. كيف تنعكس هذه الممارسات على المدنيين الذين هم مواطنون في هذا المجتمع؟ هذه المعاملة السيئة أو مثل هذه الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق المدني ستؤدي بالضرورة إلى انعكاس سلبي سواء كان على ما تدعي الحكومة من يعني اعتمادها لأسلوب مصالحة وطنية أو من جهة ثانية على السلم الاجتماعي والمجتمعي داخل المناطق التي يتعرض أبناؤها أو المدنيون فيها إلى هذه سياسات العقوبات الجماعية أو غيرها من أساليب المعاملة اللا إنسانية. نحن نعرف جيدا أن يعني من يتعرضون لمثل هذه العقوبات سوف يعانون منها على المستوى القريب والبعيد، سوف يحرمون من حقوقهم الأساسية، وبالتالي سوف هذا يولد ردة فعل عنيفة تجاه المجتمع الذي سكت عن ما يحدث لهم، وأيضا تجاه الحكومة التي تقوم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات وهذه وانتهاك هذا الاسم من المعاملة السيئة أو ارتكاب جرائم ضد هؤلاء المدنيين. يعني في الأخير هذا الذي يعاني منه المدنيون لن يكون له أي تأثير إيجابي، يعني حتى بالنسبه لما ورد في تقرير هيومان رايتس، يعني سوف تضيع حتى انساب عوائل هؤلاء المدنيين بالاضافه الى جميع حقوقهم، اذا ماذا سوف يتبقى غير هذا الشيء لهؤلاء المدنيين غير ان يكون لهم رده فعل غير سليمه وغير ايجابيه تجاه المجتمع وتجاه الدوله. نعم. ربما نعود لتقرير Human Rights Watch حول المعاملة السيئة التي يتلقونها في أماكن احتجازهم. لو نتحدث باختصار دكتورة فاطمة عن مقاييس توجيه مثل هذه التهم، إذا كان القانون سواء القانون الإنساني الدولي أو القانون الدستوري المتعارف عليه في كل الأماكن يعاقب الشخص بعينه المتهم وليس أقاربه وبقية عائلته، ماذا يتعين عليكم أنتم كمنظمات إنسانية أو منظمات حقوقية تتابع حقوق الإنسان فعله للحد من هذه المعاناة للأهالي المدنيين؟ نعم، بالدرجة الأولى على كل المنظمات
القانونية أو المنظمات الإنسانية أن تقوم أولا بتوجيه رسائل إلى العالم حول يعني وإظهار مثل هذه الظواهر السلبية وهذه المعاملة التي تقوم بها الحكومة العراقية تجاه هؤلاء المدنيين، وأيضا إظهار أنه لا توجد أي قاعدة قانونية سواء محلية أو سواء دولية يعني تتبعها الحكومة العراقية تجاه معاملة هذه المدنيين، وبالتالي من أجل الضغط على المجتمع الدولي لكي يقوم بواجباته تجاه المدنيين إذا كانت الحكومة العراقية لا تقوم بمثل هذه الواجبات، خاصة وأن المجتمع الدولي يمتلك أساليب ويمتلك طرق لكي يضغط بها عن طريق هذه استخدام واتباع هذه الأساليب على الحكومة العراقية. نحن نعرف جيدا أن الآن لا توجد هناك حكومة وطنية، والحكومة العراقية مجرد تابعة ذليلة لدول خارجية، وبالتالي هذه الدول باستطاعتها أن تضغط على الحكومة العراقية إذا رأت أن مصالحها تتأذى، وهذا في الحقيقة يعني له مؤشرات أيضا على يعني على المستقبل ليس فقط القريب بل البعيد، خاصة وأن مثل هذه العوائل إذا استمرت مثل هذه المعاملة القاسية التي تنتهجها الحكومة العراقية ضدهم سوف لن تبقى هذه العوائل في العراق، وسوف من الممكن أن تخرج إلى خارج العراق، وهذا يعني أننا لا نعرف ردات فعل مثل هؤلاء الأشخاص وهؤلاء. أشكرك جزيل الشكر دكتورة فاطمة العاني مستشار والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.